ما في زي حب الأم لأولادها، تعطيهم كل وقتها واهتمامها. أنا كأم تعودت دايماً أطبخ لأولادي الأكل اللي بحبوه، ألبسهم أحلى لبس، أدفي بيتنا بالحب والحنان، أكون إلهم السند، أجاوب على أسئلتهم وأطمنهم دايماً. بس اليوم صرت أنا وكل الأمهات مكسورين، بنحمل عضهورنا كل هموم الدنيا، بنعمل المستحيل عشان أطفالنا، بس مش قادرين لأنه صرنا مشردين في الخيام بهالبرد، بدون بيوتنا المليانة حب ودفى، وبجوع وفقر مش عارفين نوفر اللقمة لأولادنا، عايشين الخوف والمجهول، مش عارفين نجاوب على أسئلة أطفالنا ولا حتى إنه نطمنهم.